وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. الناس في هذا الزمان لا تحب النصيحة، والذي تنصحه يرد عليك بوقاحة وكلام بذيء، هل لو تركناهم بجهلهم لا لا أحسن؟ لا، ليسوا كلهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ليس كل الناس، هناك ناس طيبين مثلك. يعني أنت تقبلين النصيحة أو لا تقبليها؟ أقبلها طبعا. طيب، في زي كتير، مش أنت الوحيدة في الدنيا اللي تقبلي النصيحة، في عدد من الصالحين يقبلون النصيحة. السؤال، لا تهملي النصح، فإن النبي نعم. عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال جرير البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والله سبحانه يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم.